الإرهاب مدان في كل الديانات السماوية والأعراف الدولية والقوانين والتشريعات الإنسانية، فليس له لا أرض ولا وطن. السوشيال ميديا الأمريكية مشتعلة منذ الأمس بعد حادث إطلاق نار وقع داخل مدرسة في إحدى الولايات الأمريكية، وترتب عليه مقتل طالب وإصابة 8 آخرين. شرطة ولاية كولورادو التي وقع فيها الحادث اهتمت بطمأنة الآباء وتابعت معهم لحظة بلحظة عبر حسابها بتويتر كل تطورات الوضع، رغم أنها في البداية لم تكن تمتلك أي معلومات، لكن بعد وقت قليل بدأت في نشر سلسلة من التغريدات حول تفاصيل الحادث أنهتها بخبر وفاة طالب وإصابة 8 آخرين. أسوأ ما في هذه الجريمة هي أن المشتبه به مراهق عمره 18 عاماً. هذا ما أثار اندهاش وانزعاج الأمريكيين، وأطلقوا بسبب هاشتاغ باسم ستيم شوتينج ليعبروا من خلاله عن غضبهم بسبب أمرين. الأول هو مشاعر الرعب والخوف والذعر التي ارتسمت على وجوه الأطفال ورصدوها في تغريداتهم، وأيضاً الفيديو الذي تم تداوله بقوة لأحد طلاب المدرسة الذي تحدث عما جرى وهو في حالة ذعر وخوف شديد. I'm a ninth grade student at STEM School Highlands Ranch, and I'd just like to give a huge thank you to all the emergency responders, the students, the teachers, the staff, the planners, the security guards, everybody who saved a lot more lives that could have been lost today. I'd like to also specifically call the students. مسألة الخوف والذعر هي الأمر الأول الذي أغضب الأمريكيين. ماذا عن الأمر الثاني؟ الأمر الثاني هو أن هذا الحادث أعاد الحديث مرة أخرى عن حق امتلاك الأسلحة في الولايات المتحدة الأمريكية بحماية من الدستور. فبشكل واضح وصريح ينص الدستور الأمريكي على أحقية المواطنين في امتلاك الأسلحة، وتعتبر هذه المسألة واحدة من أكثر القضايا التي يختلف حولها أعضاء الحزبين الرئيسيين في أمريكا، حزب الجمهوريين والديمقراطيين، وتستخدم هذه المسألة أيضاً في المزايدات الانتخابية. الديمقراطيون يرون ضرورة قصر حمل السلاح على فئات بعينها، في مقابل أن الجمهوريون يرون أن امتلاك السلاح هو حق من الحقوق وهوية أمريكية يدعمها الدستور. ووجد الأمريكيون أن هناك ضرورة ملحة لإنهاء الجدل الدائر بين الحزبين بعد تكرار حوادث القتل في المدارس، وأشاروا إلى إحصائيات لإحدى المنظمات الأمريكية تؤكد أنه منذ عام 2013 وحتى 2018 تم الإبلاغ عن حوالي 300 حادث إطلاق نار وقعت في المدارس الأمريكية، وهو الأمر الذي جعل الأمريكيون يعيدون نشر تغريدات الرئيس الأمريكي السابق أوباما التي نادى فيها بإعادة النظر في حق امتلاك السلاح في الولايات المتحدة. ورغم أن أوباما أكد أن التعبير عن التعاطف ليس كافياً وأنه لا بد من حل القضية بأسرع وقت، إلا أن القضية لم تحل حتى الآن، بل على العكس فدونالد ترامب الرئيس الحالي يدعم حق امتلاك الأسلحة. الرئيس ترامب لم يعلق على حادث إطلاق النار بتاتاً، لكن إيفانكا ابنته علقت وقالت: لا يجب أن يشعر أي طفل في أمريكا بما شعر به طلاب ستيم سكول. أمريكا تنعى أسر الضحايا وتصلي من أجل شفاء الجرحى.